هنتكلم بعد كده عن الكفر ليتر أو خطاب الغلاف. هو عبارة عن خطاب مرفق مع السيرة الذاتية، تقديم معلومات إضافية حول مهاراتك وخبراتك. خطاب الغلاف بيتكون من العنوان، رقم الهاتف اللي هي معلومات التواصل أو معلوماتك الشخصية، عنوان البريد الإلكتروني، تاريخ الإرسال، اسم مدير التوظيف ولقبه، طبعا ده لو معلن بيبقى حلو إن أنت تكتبه بحيث يبقى يحس إن أنت بعته له بشكل خاص أو بعت للوظيفة دي بشكل خاص، اسمه عنوان الشركة التي تقدم إليها، ده طبعا مفضل لو بتبعت لشركات كتير، كل تبعت الغلاف يعني اسم الشركة جواه وعنوان الشركة بحيث الفرع مثلا وكده، بحيث يعرفوا إن أنت قد إيه أنت مهتم وباعت الموضوع ده مخصوص، يعني مش بتبعته لكل الناس. ما بلاش تكتب الكفر ليتر بشكل عام، خليه محدد لكل وظيفة بتبعت لها أفضل. بعد كده بتكتب 3 فقرات. أول حاجة الفقرة الافتتاحية بتعمل تحية، هو تحية مدير التوظيف الخاص بك، يعني تتكلم عنه، تديله تحية، تشكره إن هو هيقرأ الكفر ليتر بتاعك. تاني حاجة الفقرة التانية، إيه اللي عندك ممكن تقدمه للوظيفة دي أو للشركة دي؟ يعني ما تكتبش في الحتة دي أنت مثلا محتاج مرتب قد إيه، أو أنت مثلا عايز المنطقة المعينة دي أو البوزيشن ده اللي في الوظيفة، انت بتكتب انت هتدي ايه للشركة، ده اولا. الفقرة التالتة، اثبت انك ستناسب هذه الوظيفة، قول لهم والله انا عندي كورسات في كذا كذا كذا، عندي خبرة، اشتغلت كذا سنة في كذا كذا كذا. بعد كده معانا قواعد الكتابة في خطاب الغلاف، ليس اكثر من صفحة، طبعا لازم يبقى صفحة واحدة او اقل كمان من الصفحة، نصها أو 3/4 الصفحة. كن مختصرا، استخدم لغة وجمل قوية وفقرات قصيرة، خليها مبعوثة إلى شخص معين، ويا ريت لو الاسم موجود تبعته، لو مش موجود تكتب دير سير سلاش كده مدام، بحيث أنت مش عارف مين اللي هيقرأ الكفر ليتر بتاعك. بعد كده بتجاوب في الكفر ليتر بشكل عام عن الأسئلة دي، لماذا أنت مثير للاهتمام للحصول على هذه الوظيفة؟ يعني أنت ليه هم هيختاروك؟ ليه هم هيسيبوا بقية الناس عشان يختاروك؟ تكتب لهم أنت كويس في إيه؟ يعني الحاجات اللي أنت مش كويس فيها ما تكتبهاش أو ما تذكرهاش خالص، بحيث إن هم يشوفوا بس الجانب الإيه الكويس منك. هل أنت مؤهل لهذا المنصب؟ هل الكورسات والشهادات اللي معاك والخبرة اللي عندك تؤهلك ان انت تشتغل في المنصب اللي انت باعت عليه السي في؟ لا تكرر ما سيرونه في السيرة الذاتية واجعله يجذب القراءة. ما تكررش طبعا المكتوب، يعني تكتبه بشكل تاني، بس لو هو ده بس اللي عندك بتكتبه بشكل تاني بشكل يجذب ايه الانتباه. اعطي صاحب العمل ما يحتاجه وما يمكنك تقديمه للشركة، وليس صنما ستحصل عليه. يعني بتوضح لصاحب العمل ان انت ايه اللي هتقدمه وايه اللي هو محتاجه منك وايه اللي هو بيدور عليه، هل ده متوفر عندك ولا لا، كيف قرأت عن هذه الوظيفة. ممكن برضو تضيف ان انت والله انا شفت الوظيفة دي على موقع الشركة، بحيث يعرف ان انت متابع او عايز تشتغل عندهم، فانت متابع على لينكد ان مثلا أو في إعلان نزل في مكان ما، أو حد وصف أو شير لك الموضوع ده من جوه الشركة، بس ممكن تذكره، فده بيوضح اهتمامك بالوظيفة اللي أنت مقدم عليها. وممكن برضو تذكر تاريخ نشر المهنة، بحيث الوظيفة يعني بحيث يعرفوا إن أنت مقدم أول مثلا ما نزلت الوظيفة، ثم هيشوفها متأخر، فأنت
بتكون أكثر اهتماما كده إيه بالوظيفة اللي أنت مقدم عليها. من سيقرأ السيرة الذاتية؟ موظف توظيف الموارد البشرية الـ HR، أو مدير التوظيف، أو مؤسس الشركة، أو مدير عام، أو مثلا عميد جامعة، بحيث لو أنت بعتها لشغل في الجامعة أو حاجات زي كده. هل تعرف كم متوسط الوقت الذي يقضيه مسؤول التوظيف في قراءة السيرة الذاتية؟ متوسط من 6 إلى 10 ثواني قبل انتقال السيرة الذاتية للتالية. فده معناه إن أنت لازم تبقى كاتب على الكفر ليتر جمل جاذبة، جمل مباشرة واضحة قصيرة، بحيث تجذب انتباهه فيبص تحت شوية على بقية الحاجات. بعد كده عندنا الأخطاء الشائعة في السيرة الذاتية، لون الخط وحجمه. في ناس بتكتب بخط كبير خط أو خط صغير جدا، فده غلط. لازم يكون الخط اريال أو تايمز نيو رومان، ده الأفضل طبعا، بحيث يكون موجود عند موجود في كل الأجهزة وكل الموبايلات، فبحيث أي حد يفتحه يبقى ما يعني ما يحصلوش مشكلة أو يجيب له إن الخط ده مش موجود أو حاجة زي كده. وغير كده ده خط يعتبر بروفيشنال كل الناس بتتعامل بيه. البريد الإلكتروني يفضل يكون جيميل أو أوتلوك، يعني بلاش بقى الياهو والإيميلات الغير معروفة، يعني هو الجيميل أفضل حاجة، وتاني حاجة بيليل أو أوتلوك اللي هو تبع مايكروسوفت. القواعد والأخطاء، طبعا لازم تهتم جدا بالأخطاء الكتابية أو القواعد في اللغة الإنجليزية وأنت بتكتب، بحيث ما يكونش فيه غلطة، بحيث يبقى أنت مراجعه كذا مرة، بحيث اللي يقرأه لو طلع غلطة منه ممكن يقول ده مش مهتم مثلا، أو بيبعت السي في وخلاص. فده بيكون طبعا إيه، تكتب الحاجات بشكل واقعي، يعني بلاش تكتب أنت مثلا لسه متخرج الجامعة، ما تكتبش حاجات فوق الطبيعي، يعني بحيث ما برضه ده ممكن يشكل خطر، بحيث انت هتتسأل على الكلام ده لو اتقابلت في انترفيو. وممكن اصلا اللي بيقرا الكفر ليتر والسي في بتاعك يشوف ان ده حاجه يعني غير واقعيه، فما ما يقبلش اساسا من الاول. خبره او دورات غير ذات صله بالوظيفه المتقدمه، ما تكتبش طبعا انت اشتغلت في حاجات بعيدا عن الوظيفه اللي انت مقدم فيها، ده طبعا بيبقى خطا، حس انت طبعا مش محدد هدفك. بالنسبه له هو بيشوف ان انت مش محدد هدفك، مش عارف عايز توصل لايه، فلازم تكتب الحاجات الريليفنت بالوظيفه اللي انت مقدم عليها. اكتب فقط الخبره التي تتعلق بالوظيفه المتقدمه، يعني برضو نكتب الحاجات الخاصة بالأكاونتنج. لو أنت مثلا مقدم على شغل أكاونت، تكتب أي حاجة متعلقة بالفاينانس، تكتب أي حاجة متعلقة بالأكاونتنج. لو عندك الاتنين طبعا بتفضل تكتب الأكاونتنج، بحيث دي الأقرب للوظيفة اللي أنت مقدم عليها.